طابت اوقاتكم مشاهدينا، هذه نشره الاخبار من قناه الغد المشرق. اعلن التحالف العربي تدمير منصات لاطلاق الصواريخ الباليستيه بمحافظه البيضاء، وكشف التحالف عن تنفيذ ضربات جويه دقيقه لتدمير قدرات ميليشيات الحوثي بالحديده، مؤكدا استهداف احد اوكار عناصر القرصنه البحريه والجريمه المنظمه التي تدير عملياتها من موانئ المحافظه. قال سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة إن ميليشيات الحوثي استخدمت صواريخ ومسيرات خلال الهجوم على المنشآت المدنية في أبوظبي. وأضاف العتيبة في ندوة عبر الإنترنت استضافها المعهد اليهودي لأمن أمريكا الوطنية أنه تم اعتراض بعض الأسلحة المستخدمة في الهجوم. ولفت العتيبة إلى أن الإمارات خرجت من اليمن منذ مدة، مشيرا إلى أن مهاجمة بلد ليس في حالة اشتباك يبرر جدا إعادة التوصيف الإرهابي للميليشيات الحوثية. شدد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش على أن الإمارات تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسكانها وسيادتها، وستمارس هذا الحق للدفاع عن نفسها ومنع الأعمال الإرهابية التي تنتهجها الميليشيات الحوثية. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد لفت قرقاش خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي لليمن هانز جرونبرغ إلى ضرورة وجود موقف قوي وحازم من المجتمع الدولي تجاه تعنت وتوسع الأعمال الإرهابية للميليشيات الحوثية، مؤكدا أن دولة الإمارات مستمرة في دعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار والحل السياسي. إلى ذلك، ندد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز جرونبرغ بهجمات ميليشيات الحوثي ضد المدنيين داخل اليمن وفي السعودية ودولة الإمارات. وقال مكتب المبعوث الدولي في بيان إن جرونبرغ اختتم زيارة إلى الرياض بعد أن التقى عددا من المسؤولين السعوديين واليمنيين. وقد تبادل المبعوث الأممي خلال الزيارة الآراء بشأن الخيارات الممكنة لتحقيق خفض فوري للتصعيد ولتمهيد الطريق لإجراء محادثات سياسية شاملة. قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في مقابلة على قناة الحدث إن الإخوان المسلمين يحبطون كل جهود التحالف العربي لمواجهة ميليشيات الحوثي أو الاستقرار في المحافظات المحررة، وعلى رأس تلك المنظومة نائب الرئيس على حد قوله. احنا بيننا صراع نحن والإخوان المسلمين، وهناك يعني قيادة في أعلى هرم السلطة طبعا من المسلمين من الأخوة المسلمين، ويعني هؤلاء صمموا القاعدة وداعش على أن تكون في الجنوب فقط، وظلوا يعني ظلوا يضخوا يعني بمعلومات وتقارير يعني للأمريكان وللغرب أن القاعدة هذه موجودة في الجنوب وليس موجودة في الشمال، وأنها معظمها من يعني من الشافعيين والسنيين. هؤلاء يعني هذا التصميم كله تصميم من حزب الإخوان الذي معروفين طبعا معروفين على رأسهم، ما نذكرش أسماء لكن بهيئة الرئاسة نائب الرئيس هو على رأسهم، وأرادوا أن يقنعوا العالم أنه يعني الدواعش والقاعدة هم في الجنوب ليس في الشمال، وهذا من صنعهم، ولا زالوا حتى هذه اللحظة يصنعوهم وينتجوهم. فنحن غريمنا ويعني وعدونا يعني بالجنوب بشكل عام هو الأخوان المسلمين، هم من ينتج هذه التنظيمات الإرهابية. خلف القصف الصاروخي الذي شنته الميليشيات الحوثية على محطة الوقود في مديرية عين بمحافظة شبوة دمارا في المحطة وعددا من المحلات التجارية المجاورة لها. وتسبب القصف الصاروخي الحوثي على محطة وقود أبو سر العقيلي باحتراق المحطة وإلحاق أضرار كبيرة في المحلات المجاورة، بالإضافة إلى تدمير عدد من سيارات المواطنين، فيما قتل 4 مدنيين وأصيب 6 آخرون جراء الهجوم. قال مدير عام مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام أسامة القصيبي إن ميليشيات الحوثي طورت تقنياتها المتعلقة بصناعة الألغام وزرعت آلاف الألغام وبكثافة في اليمن. الألغام اللي نزعناها في عام 2018 تغيرت في عام 2019، صارت أحدث ومتطورة أكثر. الألغام اللي نزعت في 2020 تغيرت عن الألغام اللي نزعت في 2019.
الألغام اللي نزعت في 21 تطورت أكثر عن الألغام عن السنة اللي قبلها. والآن في شبوة هناك ألغام نراها للمرة الأولى بحجم أكبر من أي ألغام لقيناها في اليمن من قبل. وأكد مدير مشروع مسام بأن هدف الميليشيات الحوثية من زراعة الألغام بكثافة هو إلحاق أكبر عدد من الضحايا الأبرياء، مشيرا إلى أن ذلك يمثل جريمة حرب. الإجرام والإرهاب الذي استخدمه الحوثي في الفترة الماضية هي جريمة حرب بأي مقياس، لأن الهدف اليوم في شبوة وفي الساحل الغربي ليس هو هدف عسكري، إنما هو هدف لإيقاع الأذى والقتل بأكبر عدد ممكن من الأشخاص، من أبرياء، من عسكر، من حيوانات، من أطفال، من نساء ليدخلون المنطقة هذه. هناك اليوم مناطق في شبوة أهاليها محاطين بالألغام لا يستطيع الخروج من قراهم. هذول ليس هدف عسكري. شهدت محافظة عدن افتتاح محطة جعول المركزية لتعبئة الغاز المنزلي بحضور عدد من المسؤولين. وقال مالك المحطة إنها ستعمل بطاقة إنتاجية تقدر ب 19,000 أسطوانة في اليوم. وأضاف قائلا بأن الهدف من المحطة هو رفض السوق المحلية باسطوانات الغاز والتخفيف على المواطنين. في الحقيقة بتستعمل هذه المشاريع الاستثمارية وبالذات في مجال الانتاج الغاز المنزلي ستكون اضافه جديده معنا في كيفيه حل مشكله الغاز التي تعاني منها مواطني عدن. ستكون ان شاء الله محطه جعوله اليوم اضافه جديده الى المحطات السابقه التي تصل الى 4 محطات مركزيه قطاع خاص ومحطه تتبع شركه الغاز اليمنيه تدفع الدوله طبعا. وبالتالي نشجع مثل هذه المشاريع في اطار عدن. نبارك لاصحاب المشروع الاستثماري هذا ونؤكد للجميع بوقوف السلطه المحليه المتصله بالاخ المحافظ في تشجيع مثل هذه المشاريع الاستثماريه التي ستكون اضافه في حل كثير من المشاكل بالذات في القادم المنزلي وايضا حل مشاكل البطالة. بداية نشكر المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز السيد محسن حمد بن وهيط أبو حمد حفظه الله، كان له دور كبير في إنشاء هذا المشروع. ونشكر المحافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، ونشكر الأخ الوكيل محافظ محافظة عدن الدكتور رشاد شايع حفظهم الله جميعا، والأستاذ مراد ناصر شيخ. وإن شاء الله هذا المشروع سيخفف معاناة المواطن اليمني، المواطن في عدن. إن شاء الله سنودع أزمة الغاز من يومنا هذا. أظهرت إحصائيات رسمية بساحل حضرموت زيادة كبيرة في أعداد المصابين بحمى الضنك تجاوزت 800 إصابة، فيما تسجل المستشفيات والمراكز الصحية عشرات الحالات المصابة بالحميات بشكل يومي. موجة جديدة من الحميات تفتك بسكان ساحل حضرموت. المستشفيات والمراكز الصحية تستقبل عشرات الحالات بشكل يومي. حمى الضنك تصدرت النسبة الأعلى، أعداد المصابين تجاوزت 800 إصابة بينها حالة وفاة واحدة. نستقبل عدد كبير من حالات الحميات، منها الأطفال ومنها الكبار في السن، في معانا طوارئ عامة نسائية وفي طوارئ عامة رجال وفي طوارئ عامة أطفال. فعدد حالات الحالات التي توصل إلى المستشفى في الطوارئ العامة طبعا بشكل عام تقريبا في شهر ديسمبر إلى ما يقارب 5200 حالة. موجة جديدة من كوفيد 19 ظهرت تنافس الضنك في الفتك بالمواطنين. وفقا لإحصائيات رسمية تخطى أعداد المصابين بالفيروس 100 شخص وسجلت حالة وفاة لمسن. العاملون في القطاع الصحي يواجهون مشاكل جمة أبرزها الشبه الكبير في الأعراض بين الضنك وكورونا. الوضع يدعونا إلى
أننا نكون على أهبة الاستعداد لمواجهة الموجة الرابعة من الكوفيد-19. طبعاً الوضع خطير ولازم نحن نتحرك بشكل سريع لمواجهة حمى الضنك والحميات الفيروسية ولنتفادى الموجة الرابعة من الكوفيد-19. هذا التزايد في الحالات طبعاً أتى بعد الأمطار الأخيرة التي تعرض لها المحافظة وخصوصاً في نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي. على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات الصحية لمواجهة الحميات، إلا أن معظم السكان هنا ما زالوا يجهلون مخاطرها. وفيما يبدو أن أثار التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين من مخاطر الأوبئة غير ناجحة، يأمل القائمون على القطاع الصحي في الحصول على مزيد من الدعم الحكومي ومن المنظمات المختصة للحد من تداعيات ومخاطر الأوبئة. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق. أقامت المجموعة البحثية المعنية بإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء كلية مجتمع في مدينة المخا في الساحل الغربي ورشة عمل لبحث الأفكار وتبادل الرؤى فيما يخص إنشاء الكلية. وشهدت الورشة تقديم عدد من المداخلات من قبل الحاضرين أشارت إلى أهمية المشروع وتطرقت إلى دور المقاومة الوطنية في تنمية المناطق المحررة وتنشيط القطاع التعليمي في الساحل الغربي بما يخدم في توسيع قطاع المتعلمين بين أبناء الساحل الغربي. طبعا احنا 4 باحثين عملنا دراسة حول إنشاء كلية المجتمع في مديرية الساحل الغربي. طبعا أدينا الدراسة في جميع المديريات واستمعنا لآراء الناس حول همومهم وحول ما هو الذي مثلا يشغله في مجال التعليم. والله بالنسبة لإنشاء كلية المجتمع في الساحل الغربي يعتبر له أهمية كبيرة لوجود كثافة سكانية الآن متواجدة من كل المحافظات الجمهورية، فموجودة من صنعاء، من دمار، من تعز، من العدن، من الشبوة، من كل المحافظات موجودة الآن نازحين في هذه المنطقة، فهذا سيوفر الكثير الجهد لأبنائنا الطلاب للالتحاق بالصخر العلمي الجامعي. والمقاومة الوطنية الآن هي يدا تبني ويدا تقاتل. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. مباريات مثيرة في الجولة 16 من دوري عدن الممتاز لكرة القدم. من جديد أهلا بكم. أقر اجتماع ضم المختصين من الجهات القضائية والأجهزة الأمنية في المكلا بدء تدشين الشرطة القضائية بحضرموت لمهامها، وستدشن الشرطة مهامها وفقا للصلاحيات التي حددتها القوانين واللوائح المنظمة لعملها، بما يضمن للمحاكم السهولة في تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة، وبما يحقق مزيدا من العدالة في قضايا المواطنين. اختتمت اللجنة العليا للشؤون القانونية في المجلس الانتقال الجنوبي بعدن ورشة العمل التي أقامتها تحت عنوان اللجنة العليا للشؤون القانونية الواقع والمأمول. وناقشت الورشة محورين أساسيين، تضمن المحور الأول الواقع والمأمول لدور اللجنة في مساعدة ودعم قيادة المجلس لتعزيز وحدة الصف الجنوبي ومعالجة مشكلات المجتمع، فيما حمل المحور الثاني رؤية الورشة لدور اللجنة في رسم ملامح البناء القانوني لدولة الجنوب. شهدت الجولة 16 من منافسات إياب دوري عدن الممتاز لكرة القدم عددا من المباريات المثيرة. تفاصيل تلك المباريات في التقرير التالي. ضمن مباريات الجولة 16 من إياب دوري عدن الممتاز، تمكن المنصورة من تحقيق فوز جديد على حساب الجزيرة بهدفين لهدف، كما واصل شمسان نغمة الانتصارات بفوز على نصر عدن برباعية لهدفين. الحمد لله ماشي على خطوة ممتازة، والدواري الفريق الأول لازم تكون مستمرار، و نشكر القائمين على هذا الدوري، وإن شاء الله يكون لنا حظ أوفر في المباريات القادمة.
وحقق الروضة الفوز بهدفين نظيفين على الميناء، كما دك المنصورة شباك الجزيرة بخماسية نظيفة لحساب ذات الجولة. الدول يعني يلعب بشكل الكل مع الكل، نظام الكل مع الكل. فترة المباريات طويلة جدا، وإن كان بعض المباريات يعني كان فيها ملاحظة أن مباراتين أو ثلاث مباريات في الأسبوع، هذا اللي هو شكل مثلا يعني ضغط. الشعلة وبهدف نظيف تغلب على الجلاء ليخطف نقاط المباراة، رفع رصيده إلى 36 نقطة في وصافة الترتيب خلف المتصدر الوحدة الذي لعب مباراة الديربي مع التلال، إلا أن اللقاء توقف نتيجة أعمال شغب قبيل دقائق من النهاية لتقرر لجنة التحكيم إكمالها، إلا أن التلال لم يحضر في الموعد المقرر لتحسم النتيجة للوحدة الذي يعتبر متوجا باللقب بسجل خال من الهزيمة قبيل جولتين من النهاية. صالح حنش، الغد المشرق، عدن. نهاية هذه النشرة. للمزيد من الأخبار تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.